أيها الناس، يا معشر قريش، أنأكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم هلكة. والله لا أقعد حتى نشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة. كذبت، والله لا تشق. أنت والله أكذب، ما رضينا بها حتى علقت. فوالله ما استفدتم إلا أن أوغرتم قلوب العرب عليكم. يقولون ما بال قريش قد ضيعت أبناءها وقطعت أرحامها، ما هكذا شيم العرب؟ وإنهم لا يقولون ما صبر أصحاب محمد على هذا البلاء كل ذلك الصبر دون أن يرفعوا عودا في وجوه الملأ يدفعون به عن أنفسهم إلا لحق انضمت عليه جوانحهم. فأقبل على دينه كثير من العرب، لو أمرهم بقتالكم لفعلوا. فبئس والله الرأي، وأنا أول من يشقها.